سوي لايك وفعل جرس التنبيه. موضوعنا لليوم المدرسة، حبيناها ولا ما حبيناها ما ردنا لها. لازم نتعلم هذا الشيء ضروري. اي والله لازم نتعلم. ايه صديقاتنا فسحة. انا ولا شيء يعني، بس كذا عشان ادرس. انا ماني مشتاقة ولا شيء، بس مشتاقة لصديقاتي. انا مشتاقة لصديقاتي واهم شيء المكسب عشان ما يصير لحم. انا ما احب كل شيء الا صديقاتي، والمكسب بعد نفس الشيء ما احبه عشان ازعل. يلا تكلم انجليزي. تكلم انجليزي. انا رياضيه عشان نشاطه. انا انجليزي اسريه. انا لغتي وقران وانجليزي. انا مره متحمسه للرياضه، خاصه الكره القدم احبها مره. اي والله مره متحمسه للرياضه، يا ليت باقي احضن كاراتيه. اي مره انا متحمسه للكره القدم وان شاء الله ما تكسر يعني. من زمان عندي الرياضة وأحب كرة السلة والجمباز، وفزت في ميدالية على مستوى المدارس. أنا جهزت المريول بس والمقال مولي لاحقين عليه. أنا جهزت مريول وشنطة والأقلام والألوان لاحقين عليه. إذا جبت المدرسة أشتريها. أنا شريت مريول من مريولي أنا، وشريت مقلمة وشنطة ومطارة شلون شليت كل الدنيا. انا ما شريت شيء وباني بشاري الا بعد العيد، ماني مشتاقه المدرسه والله. انا كنت السواق يجيني متاخر، كان يجيني والاستاذه توقفني كل ساعه، وبعدين تقول في استاذه تحبني اروح لها، استاذه اعطيني جوال بكلم ماما. الو ماما، شو استاذه هاوشت ماما تهاوش استاذه، وانا هاوشتكي. طيب انا كنت في التمهيدي اوكي، وطلعوا المدرسات يعني فسحة اوكي، وانا امي كانت تبين فوق، رقيت فوق زين وعلقت بالمصعد، وهي افتح الباب واطق ما في احد، وتذكرت ان جوالي بمخماتي، ويوم دقيت على ماما ولا طلع جوال ماما اوكي، دقيت على ابوي قال لي ابوي خلاص بدق على امك، اقول له يبا هذا جوال امي مو جوالي، قام قال لي خلاص بدق على اختك، ونور اختي معي بالمصعد وقال له فكولي، اقوى ما عندي، بعدين بس ضغط زر انفتح الباب وصار فكولي. وانا يوم بالابتدائي يعني كنت مره صغيره، يعني تقريبا اولى ثاني كذا ثالث، ما كنت افهم. طيب الزبده ان كنت مره كذا، وبعدين يعني ما كذا. ويوم انا كنت بالروضة، اكيد لا تضحكون علي، كل واحد له موقف بالروضة. كان حفلة التخرج، كنت انا يعني انا اللي قدام المقدمة يعني. عرفتي بعدين كان لون فستان اتوقع وردي او احمر، بعدين جت ماما كانت جالسة تصورني، ثم يوم شفت ماما وشفت خالتي سحب، جلست اصيح اقول ابي ماما ابي ماما. هاي مرة شكرا. انا الله يفشلي. بعدين لا نحكي عنها. لا نحكي. أنا أقول موضوعنا لليوم مدرسة. إي والله لازم نتعلم، هو شيء حلو. حلو وحلو. حلو وحلو. التعليم شيء مهم. التعليم يحفزنا على بناء مخنا. سنة ماضي. بناء مخك الله يفشلك. ليش؟